طيب السلام عليكم. النهارده يا اولاد احنا الحصه اللي فاتت خدنا خلفيه عن قانون اوم للدوائر المغلقه. للدوائر دي خدنا خلفيه الحصه اللي فاتت. النهارده هعيد معاك على السريع اللي انا قلته الحصه اللي فاتت كله بالكامل. هعيده معاك تاني وهبين لك مدى اهميه القانون النهارده، القانون ده مهم جدا. قلنا يا مستر في فرق ما بين قانون اوم للدوائر المغلقه وقانون اوم بس. الفرق ايه؟ التاني كان بيقول اي بيساوي في على ده قانون اوم بس، ده اوم بس. انما للدوائر المغلقه اي بيساوي في بي على ار الخارجيه زائد ار الداخلي، ده اوم للدوائر المغلقه. خلاص كده؟ هنا بقسم فرق جهد على مقاومه عشان يدي التيار. هنا برضو ما انت بتقسم فرق جهد على مقاومه عشان يديك التيار، بس هنا ده التيار الكلي، ده التيار ايه؟ ولذلك نص القانون بيقول ان شده التيار الكلي في الدائره هي خارج قسم القوه الدافعه على المقاومه الكليه، على المقاومه الايه؟ كلي على كلي، يدي كلي قوه دافعه. دي اكبر فرق جهد او الطاقه الكليه لما نقسمها على المقاومه الكليه يقوم يديني شده التيار الكلي في مار في الدائره الكهربائيه. طب انا يا استاذ لو رديت لي رسم الدائره، الدائره كانت بطاريه، مفتاح، اميتر، مقاومه ثابته ما تنساش، كمان مقاومه متغيره. الثابته اسمها متغيره اسمها اس، مفتاح مفتوح جوه البطاريه في الحته الصغيره ده اهي، مقاومه داخليه تسمى ارسمول، مقاومه داخليه تسمى ارسمول. كم مقاومه هما؟ كم مقاومه هما؟ والثلاثه على التوالي، الثلاثه على التوالي. طيب هنحط فولتميتر على بطاريه، ماشي، وده الفولت الكبير، ركز بقى، ده الفولت هنو كبير، وهنحط فولتميتر على المقاومه ار الثابته، وده اسمه الفولت الصغير، اسمه الفولت الايه؟ وافتكر المثال، احمد، بهاء احمد، ده اسم ابني، وده اسمي، وده اسم ابويا، فيه فولت كبير اللي هو ده، وفيه فولت صغير اللي هو ده، في تشابه. وانا بمثل التيار، رد عليا بقى، مين اللي بيتحكم في بهاء؟ الفولت الكبير ولا الفولت الصغير؟ الفولت الكبير. يبقى الفي الكبير ده هو المتحكم في الاي اللي هيمر. طيب طب والاي نفسه بقى متحكم في الفولت الكبير ولا في الفولت الصغير؟ يبقى الاي لما يمشي في الدايره يتحكم في الفي الصغيره، يبقى الفي الكبيره متحكمه في الاي والاي متحكمه في الفي الصغيره. ركز بقى عشان هيبقى الناس هيقول لي احنا عندنا ايه علاقه الفي بالاي. بص هتيجي علاقه عامله كده بالشكل ده كده، واحد اقول له لا علاقه الفي بالاي هتيجي علاقه عامله بالشكل ده كده، يقول له يا مستر هو الكلام بيناقض بعضه ليه؟ ليه الفولت مع التيار علاقه طرديه؟ وتيجي هنا حالا حصه النهارده هطلع لي علاقه تناقصيه، اقول لك حسب الفولت مين اللي بيتحكم في بهاء، الصغير ولا الكبير؟ كبير. يبقى الكبير اهو، فولت الكبير مع التيار علاقه تناقصيه. سيبها انا هشرح حضرتك تفصلها دلوقتي، بس ده الفولت الكبير وده الفولت هنو الصغير، ده مع التيار علاقه طرديه، يبقى هنا تناقصيه وهنا علاقه ايه؟ طرديه. فتحدد الفولت نفسه، ده طبعا سيبك منه دلوقتي، بس انا بقول لك مقدمه على اللي احنا هنعمله الحصه دي. في الاخر هنقسم العلاقتين دول وهناخد عليهم مسائل ياما جدا الحصه دي. طيب مستر بقى تعالى بقى نكمل في الدايره. احنا قلنا استنتج القانون ده، ثبت ان الاي بيساوي الفي بي على الار كابيتال زائد ار سمول. ازاي؟ قلنا سبب الله كده الاول. القوه الدافعه بتتوزع في مكانين. فرق جهد خارجي يسمى في اوت زائد فرق جهد داخلي يسمى في ان. انا وزعت القوه الدافعه ده ايه؟ في مكانين، في الخارج وفي الداخل. انزل بالفي بي، نزلت بالفي بي، انزل بيساوي، نزلت بيساوي،
فك الفي الخارجي اي فا انهي ار فيهم يا مستر؟ اللي هي الار والاس دي المقاومات الخارجيه مجموعهم الاثنين. في داخلي اي ار اسمه انزل بالفي بي نزلت خد الاي عامل مشترك اخدت افتح كوس تمام ار كابيتال زائد ار سمول هات قيمه الاي منها قيمه الاي تساوي الفي بي على ار كابيتال زائد ار سمول وده اثبات القانون. يبقى القوه الدافعه اتقسمت خارجي وداخلي في اوت اي ار كابيتال في ان اي ار سمول خد الاي عامل مشترك يبقى الاي تساوي الفي بي على الار كابيتال زائد ار سمول وده ما يسمى بقانون او للدوائر المغلقه. طيب مستر نعم بص على القانون. القانون ليه كذا صور. دي صور للقانون صورة رقم واحد ودي صورة رقم اثنين هو نفس القانون ودي صورة رقم ثلاثة هو نفس القانون ودي صورة رقم أربعة هو نفس القانون وفي صورة خمسة بقى اللي هي احنا بنتعامل معها ياما في حل المسائل اللي هي ده الأولى اكتب تاني في بي اهي واكتب يساوي واكتب يساوي واكتب في خارجي اللي هو الفي اوت في وانزل بزائد وانزل بزائد وافك الفي ان تتفك ايه لا اي ار سمول تمام كده. يبقى اتفكت الفي ان اهي دي الصوره اهم صوره فيهم بالرغم انهم كلهم قانون واحد بس دي اهم صوره معايا. من الحصه اللي فاتت بدانا نقول يا اولاد سي اهو سين واحد متى تصبح قيمة في بي تساوي قيمة الفي الخارجي اللي هو ده يعني بالظبط دول كم حد في المعادلة؟ تلات حدود. الحد الأولاني في بي الحد الثاني في الحد الثالث أي آر سمول دول كم حد؟ دول كم حد؟ أنا عايز الأول يساوي الثاني لما الثالث يساوي صفر لما الثالث قيمة الفي بي تساوي قيمة الفي الإجابة إيه؟ عندما يصبح المقدار أي آر سمول يساوي صفر عندما يصبح المقدار عندما يصبح المقدار وهذا يحدث في حالتين هذا يحدث فيه هذا يحدث فيه إما إن الأي تساوي صفر أو المقاومة الداخلية تساوي صفر. ما أنا عايز الحد ده يساوي صفر. فيه رمزين صفر أي واحد فيهم. يا تصفر الأي يا تصفر الأر سمول. طب إمتى الأي يساوي صفر؟ عندما يكون المفتاح مفتوح، عندما يكون المفتاح عندما يكون المفتاح مفتوح. لو بقى المفتاح مفتوح زي دي روح على الجهاز ده أهو فولتميتر ده قول له يا ولا كرارتك كام؟ ايه يا عم؟ ما تقولش حد. قول قراءتك كام؟ انا قراءتي يا مستر 12 فولت. ده هو الجهاز ده بيقرا كام؟ 12. يبقى الفي تساوي الفي بي، يبقى الفي تساوي الفي بي. يبقى قيمة الفي بي، أنا كده هفهم إن في الدائرة الكهربائية دي لو كان المفتاح ده مفتوح يبقى القوة الدفعة بتاعت البطارية بتساوي كام؟ 12. طب هو بيقول بص لا، يعني كده لا عشان في واحد فضيحة. عارفين الفضيحة؟ التيار الفضيحة، أي فضيحة نايم لسه ما مرش، أي بيساوي صفر، أي بيساوي زيرو في الدايرة، لأن المفتاح مفتوح. يبقى في استهلاك ولا ما فيش استهلاك؟ ما فيش استهلاك، في مقاومات خدت حاجة، في مقاومات استيقظت وخدت فولت من الـ 12، ما حدش لسه استهلك في الدايرة الكهربية، الدايرة كلها معانا 12، شش مش هنقول لحد، ليه؟ عشان المقاومات لو صحت وقامت منهم وعرفت إن إحنا معانا 12 فولت المقاومات دي هتبدا كل مقاومه تاخد شويه ادوني شويه ادوني شويه من الفولت لحد ما الفولت يخلص مننا فاحنا هص انا هجر 12 فولت والمفتاح مفتوح س متى تصبح قيمه في اوت اهو يساوي القوه الدافعه الكهربائيه عندما يصبح المقدار اي ار سمول يساوي صفر ومتى يكون المقدار اي ار سمول يساوي صفر اما ان التيار يساوي صفر او المقاومه الداخليه تساوي صفر ومتى يكون التيار يساوي صفر عندما يكون المفتاح مفتوح او مقاومه الريوستات على نهائي مقاومه الريوستات ماكسيمم الريوستات وصلت للاخر فمش هيمر تيار. طب بص يا مستر
من هنا الحصه اللي فاتت قلت لي عرف القوه الدافعه الكهربيه، فاحنا مستر كنا واخدين تعريف اول السنه، الشغل الكلي مبذول نقل شحنه واحد كلهم داخل وخارج المصدر، الا ان النهارده طرق تعريفات ياما. يلا مع بعض، القوه الدافعه الكهربيه هي فرق الجهد الخارجي، هي فرق الجهد الخارجي، هي فرق الجهد الخارجي في حاله عدم مرور طيار، في حاله عدم مرور طيار، هي فرق الجهد الخارجي في حاله عدم مرور طيار. الفي بي هي الفي لما ما يمرش طيار. عندي تعريف تاني، جو، هي فرق الجهد الخارجي والمفتاح مفتوح. ما هو برضه المفتاح مفتوح يعني لا يمر ايه؟ واحد يقول لي لا 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 لا، هي فرق الجهد الخارجي عندما تنعدم المقاومه الداخليه، هي فرق الجهد الخارجي عندما تنعدم المقاومه الداخليه. يبقى القوه الدافعه هي فرق الجهد الخارجي لما يبقى الحد اي ار اسمه يساوي صفر، والحد ده يساوي صفر بقى براحتك، يا مفتاح مفتوح يا مقاومه داخليه تساوي صفر، يا مقاومه الريستات في الدايره وصلت للما لا نهايه بحيث لا يمر طيار. انت بتوصل لنتيجتين، خلاصه النتيجتين اي زيرو اي سمول يساوي زيرو. طيب ادي تعريفات القوه الدافعه اللي احنا خدناها، فرق الجهد في حاله عدم مرور طيار، بس اسمه فرق الجهد يعني مؤاخذه يا اولاد احنا نسينا الكلمه دي، فرق الجهد الايه؟ الخارجي. ما تنساش ان في فرق جهد كبير وده المسيطر على الدايره، وفرق جهد صغيره. انا بكلمك على الكبير، هي فرق الجهد الخارجي في حاله عدم مرور طيار. بعد كده مستر، نعم، انا لو غلقت المفتاح وماله يا حبيبي اغلق المفتاح اهو، يحصل حاجه مشاكل ياما هتحصل. والله يا جماعه ايه يا مستر، الجهاز ده اهو ما عادش يقرا 12 فولت، قرا كام فولت؟ 10. يبقى قراءه الفولتميتر دي زادت ولا قلت؟ بيقول لي علل بقى، علل. عند غلق المفتاح ماشي، قيمة في خارجي ما عادتش تساوي الفي بي. بقت اقل منين؟ من الفي بي. علمونا، قالوا لنا بص صل على النبي، لو عايز تقضي مصلحتك ما تقولش لحد، لو مش عايز مصلحتك ما تنقضيش، عرف الناس كلها ولا لا؟ معايا ولا لا؟ طب انا دلوقتي يا مستر، انت معاك الفولت كله كان 12 بس كان المفتاح مفتوح، بس احنا كنا صح ولا لا؟ هشوف حاجه، كنا مخبيين ان احنا معانا فولت قيمته 12، لكن انت لما قفلت المفتاح التيار كان نايم صح؟ مر تيار ولا ما مرش تيار؟ طب والتيار ده بالنسبه لي فضيحه، مش هو هيطلع من الدايره هيسكت ولا صوته عالي؟ طب وطول ما هو ماشي في الدايره هيقول انا معايا 12 فولت، هيقول ايه؟ انا معايا 12 فولت، هي الطاقه كلها 12. اول واحده هتسمعه المقاومه الداخليه، صح كده ولا لا؟ تقول له استنى بقى ما تفرحش كده، انت طالع؟ ايه انا طالع؟ طالع يا طالع. طب والنبي بقى لو سمحت قبل ما تطلع بال 12 فولت سيب لي انا هنا 2 فولت. يبقى ابوك الحاج لما يطلع من القطب الموجه هيقول انا معايا 12 ولا هيقول انا معايا 10؟ يبقى حصل هبوط ولا ما حصلش هبوط؟ حصل انخفاض ولا ما حصلش انخفاض؟ هو بقى بيسني ليه لما بغلق المفتاح الفي الخارجي بيبقى اقل من الفي بي؟ بسبب النايمه اللي جوه اللي صح، بسبب وجود مقاومه داخليه اهي ارسمه كانت نايمه في الدايره، وفي واحد عمل له غلب وصح النايم وخلى كل واحد بقى ينتبه لنا في الدايره، احنا معانا 12 فولت بسبب وجود مقاومه داخليه ارسمه مالها بقى؟ تستهلك ايوه جزء من الشغل، تستهلك جزء من ايه؟ من الشغل. طب الشغل ده اسمه ايه؟ اسمه اي ار سمول. اسمه ايه بقى؟ اي ار سمول، اللي هو الحد ده. طب ده لما يبقى 12 والاي ار سمول ياخد 2 من ال 12 يبقى الخارجي ده يطلع له كام يا ولاد؟ 10. يبقى بسبب وجود مقاومه داخليه ار سمول ملا تستهلك جزء من الشغل اللي هو الاي ار، مما يجعل قيمه في الخارجي اقل من الفي بي اللي هو القوه الدافعه الكهربائيه. يبقى انا دلوقتي اركز في حاجه في امتحان اخر السنه، والله ما هيعتقني في الحته دي، اقسم بالله
هيجيبها لي من اليمين من الشمال، يقول لك تعالى يا ولا بص على الدايره دي، هي شايف، بقول لك ايه؟ نعم. قال المفتاح مفتوح. وبعدين يا عم لو غلقنا المفتاح ده قراءه الفولتميتر على بطاريه تزداد ولا تقل ولا تظل ثابته؟ تقل. تقل ليه يا مستر؟ عشان والمفتاح مفتوح كان بيجرى 12، كان بيجيس قوه دفع. لما انت غلقت المفتاح بدات عمليه الاستهلاك، مكمل دخلها تاخد جزء من الطاقه، فاللي هتطلع بيه لازم قيمته هتقل. طب تاني، ولا المفتاح ده هو يا واد مغلق، واحنا فتحنا المفتاح مره، قراءه الجهاز ده تزداد ولا تقل؟ تزداد. يبقى لما تفتح له المفتاح هو يزيد يروح ل 12، لما تغلق له المفتاح يخس ويرجع لورا عند ال 10. يبقى المؤشر بتاعه مش مستقر. ولو قعدت تغلق المفتاح زي المؤشر كده، وافتح المفتاح لا يعمل كده، اغلق المفتاح كده، اشفته مؤشره يروح ويجي ما بين ال 12 وما بين ال 10. معايا ولا لا؟ ولذلك اللي عايز يعرف فرق جهد داخلي يعمل ايه؟ انا قلت لك الحصه اللي فاتت ركب الفولتميتر وافتح المفتاح، شوف هو هيجرى كام؟ جرى 12. طب اغلق المفتاح بالمره، جرى 10. اطرحهم الاثنين من بعض، 12 ناقص 10 يبقى فرق الجهد الداخلي بيساوي كام؟ 2. بطرح الاثنين مع بعض، القيمتين من بعض. طيب تعالى كده بالراحه، احنا قلنا عند غلق المفتاح في استهلاك في الطاقه والفي اقل من الفي بي. جينا الحصه اللي فاتت، او بقى في بعض المجموعات بقى انا ما قلتش الكلام ده، ده اخر كلام انا قلته. تعالى بقى، انا لو عايز احسب كفاءه البطاريه هنعمل ايه؟ ده قانون للكفاءه. قال لي بص، انت هتروح تقسم فرق الجهد الخارجي اللي هي بتطلعه على القوة الدافعة وتضرب في كام؟ وتضرب في 100 عشان تطلع نسبة مئوية يديك كفاءة البطارية. يعني ايه يا مستر؟ احنا قلنا 12 فولت و10 و2 ماشي. أنا عايز أحسب كفاءة البطارية دي، هتني جاي الخارج بتاعها كان 10 والطاقة كلها كانت 12، يبقى 10 على 12 واضرب في 100. خلاص؟ يعني البطارية لو قوتها الدفع 100 فولت والمقاومة الداخلية هتاخد 10 فولت، 10 من 100 يبقى الدايرة يطلع لها بره 90. يبقى أنا لو عايز كفاءة البطارية أقول 90 على 100 في 100 يبقى كفاءتها كام؟ 90%. كفاءة بطارية تساوي مين على مين؟ الفي أوت على مين؟ على الفي بي واضرب في 100. أنا عملت امتحان، الامتحان ده من 12، يبقى التوتال اللي هو الفي بي 12 ثابت، 12 ده ثابت اللي هي كل دفعه ثابت. قمت انا بامتحن الطلبه، قام الطالب ايه؟ جاب 10 من 12. ده فرق جهد داخلي ولا خارجي؟ ده اللي جابه ولا ده المفقود؟ هو فقط كام؟ والمجموع كله كام؟ اللي جابه كام؟ والنبي طلع كفايه الواد ده كده مستر 10 على 12% يديك الواد ده نسبته المئويه كام في الميه؟ 90%، 95% زي ما هتطلع معاك. ده يديك كفايه البطاريه. طب انا لو عايز المفقود من البطاريه، قال لي اسمعني، المفقود من البطاريه كقيمه ولا كنسبه؟ كقيمه مثلا اللي هو الفي ان، بتشوف التيار وتضربه في الار سمول، ده المفقود اللي هم الاثنين فولت يعني. كقيمه مفقود 2 ضرب الاي في الار سمول، لكن كنسبه، نسبه المفقود من البطاريه يساوي هنا العكس بقى، انت خدت في اوت على في بي في 100، هنا هتاخد الفي ان على الفي بي واضرب في 100. خلاص؟ يعني كده كده مقامك هو الفي بي في الحالتين، بسطك بقى هو اللي بيختلف. ما هم ثلاثه، اوعى تنسى والله ما يتوهوا، يا في بي اللي هي كلها على بعضها، يا في اوت اللي هو الخارجي، يا في ان. خد الاولاني واقسمه على الفي بي يديك الكفاءه، خد التاني واقسمه على الفي بي يديك نسبة المفقود من البطارية. أو أنا كطالب أصلا لما أحل في الامتحان وأطلع كفاءة البطارية 90% يبقى نسبة المفقود من البطارية 10%. ولو كفاءة البطارية 80% يبقى نسبة المفقود من البطارية 20%. مش مشكلة. ما أنت لو عرفت الأول هتعرف التاني. لأن كلها على بعضها بتشكل 100%. ماشي الحق؟ طيب قال طب بص إديني مثال. ماشي. مسألة يعني؟ مسألة في الدائرة السابقة، اللي هناك ده ايه؟ أول واحد.
قيمة المقاومات ماشي R تساوي 5 و S تساوي 15 و R small تساوي 5. المقاومات اهي اللي هناك ده اللي هناك ده. S بكام؟ S ب 15 اوم. R بكام؟ R ب 5 اوم. R small 5 اوم. V battery اللي هي قوة الدفاع الكهربائي تساوي 100 فولت ماشي. ايه المطلوب مني يا مستر في المشوار ده؟ احسب كفاءة البطارية. احسب ايه؟ كفاءة البطارية. طلع كفاءة البطارية. طيب. مين يقول لي اعمل ايه يا اولاد؟ لازم اجيب الطيارة الاول. احسب الاي في الدايرة دي. تعال نجيب الطيارة على مهلك بقى. اي تساوي الفي بي على الار الخارجية زائد الار الداخلية. ماشي. القوة الدافعة الفي باتري 100. كل الريزيستنت اللي في الدايرة الكهربائية 15 و5 و5 ك 25 يطلع قيمة الطيارة بيساوي 400. ادي اول خطوة بس انا كده ما طلعتش الكفاءة. سهلة بقى. الكفاءة هتساوي في اوت على في بي في 100. طب ما انا معيش الفي اوت. احنا حساب الطيار معيش الفي اوت. ممكن تجيب الفي اوت بضرب الطيار في الريسيستنت مش الكليه الريسيستنت الخارجي لبره. الطيار بكام؟ 4. مقاومات الخارجيه اللي هم ده هم 15 و5. ما تاخدش دي بس وخلاص. خد كل المقاومات ما عدا الاسمول بس. لان انت بتجيب فرق الجهد الخارجي. يبقى تاخد كل المقاومات الموجوده مالكش دعوه بالار سمول. طلع الار سمول بره. 4 في كام يا مستر؟ 15 زائد 5 اللي هم 20 ب 80. يبقى فرق الجهد الخارجي يساوي 80 فولت. خلاص يا جماعه؟ معايا سيبنا ولا ايه؟ تهتوا انتوا في الحته دي. تهتوا فيها؟ فرق الجهد الخارجي بضرب التيار في المقاومات اللي بره. ماليش دعوه بس بستثنى من المقاومات دي المقاومه الداخليه ما تدخلهاش في الحسابات. خد مقاومات الدايره كلها ما عدا المقاومه الداخليه. خدت الاس والار طلع ب 80. طب ما توحد الله. القوه الدافعه كام؟ والخارجي كام؟ 80. ضع مننا كام؟ 20. مين اللي خد ال 20؟ المقاومه الداخليه. ولو ما فيش مقاومه داخليه ما كناش ضيعنا ال 20، كنا طلعنا بال 100 بحالهم. سام تايمز ده من علامات ال بريزنت كونتينوس تنس ومن علاماته ام ويز وار زائد الفيرب زائد اي ان جي. وعلاماته في الجمل لوك ات ذس مومنت في هذه اللحظه. ليسن لوك انظر. طيب نكمل بقى. sometimes احيانا الفي اوت اللي هو ال 100 يساوي الفي بي اللي اسف الفي اوت يساوي الفي بي. يعني في بعض الاحيان بيبقى انت قلت ايه يعني دايما المقدار الفي اوت اقل من المقدار الفي بي. لكن في بعض الاحيان قد يتساوى الفي اوت مع الفي بي. نقط بقى الفي اوت يساوي الفي بي في حالتين اما لا يساوي صفر او ار سمول يساوي صفر. طيب تعال نطلع الكفاءة. آخر كلام هكتبه في الجنب ده. الكفاءة تساوي في أوت على في بي وضعف 100 هتساوي 80 على 100 في 100. يبقى البطارية دي كفايتك لو أنت عايز الهبوط في الجهد والمفقود يبقى 20%. اطرح من 100%. يبقى المفقود من الجهد نسبته 20%. في أي مشكلة؟ لا مش امتى. بص هو اولا يا اولاد يستحيل انتاج عمليا بطاريه مقاومتها الداخليه بتساوي صفر. دي قاعده. لان المقاومه الداخليه دي بتبقى مقاومه الحمض اللي جوه البطاريه. تشيتو السوفو اللي هو حمض الكبريتيك المحلول الالكتروليتي.
فمستحيل تلاقي مقاومه داخليه بتساوي صفر الا ان تجاوزا انا في المساء ممكن اقول لك اعتبر ان الار سمول يساوي صفر. ده نظريه لكن عمليه لا. خلاص ها لا لا ده الجزء المستهلك اللي هو الاي ار استهلاكها هو الاي ار ما بتاخد من الفي بي طبعا. خليكم معايا كده ركز بقى معايا اخطر سؤال. بص بقى ده اهو ثانويه عام واللي اكتر منه ثانويه ازهري والله ما هيعتجك والله ما هيفوتك من السؤال ده. خلي بالك انا قلت لك في حاجه قانون هم للدائره المغلقه ده هيتعلق بيه حاجات ياما فيما بعد فانت تبقى فاهم شرحه عشان قدام احنا مش عايزين نعطله. اخطر سؤال ثانويه عامه وثانويه ازهريه ده بيجي ليك كذا صور. قال بص يا مستر هسالك سؤال. نعم واحد الله قول لا 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 مفتاح مفتوح قول لي بس براحه مفتاح مفتوح الجهاز ده يجيز خارجي ولا يجيز قوه دفعه؟ يجيز قوه دفعه وكده الخارجي والقوه الدفعه واحد مفيش فرق. الفي الخارجي بيساوي قوه دفعه. طب انا لو غلقت المفتاح قوه الجهاز ده تزداد ولا تقل؟ تقل القراءه بس في معادله حكمان. ايه المعادله اللي حكماه؟ ان القوه الدفعه الكليه تساوي فرق الجهد الخارجي زائد فرق الجهد الداخلي. ما هو فرق الجهد الداخلي ده كله على بعضه اسمه اي ار سمول. اسمه ايه بقى؟ اسحر السؤال ده اهو. طيب ايه بقى السؤال يا مستر؟ قال طب بص يا ولد الجهاز ده جرى 12 مش هيتكلم ما حدش هيتكلم 12 بس والمفتاح مفتوح. احنا عند نفسنا يا مستر هننكتم والله ما احنا جايين لحد ان القوه الدفعه كلها 12 بس انت لما هتغلق المفتاح اي فضيحه هيطلع وهيشتغل في الدائره الكهربائيه اهو ده الاي الفضيحه فبالتالي هينبه المقاومه الداخليه. هتجو مين اللي بيتكلم يا اولاد ده التيار معدي 12 فولت سيب يا واد 2 فولت الله يبقى انت هتطلع في الدائره مش ب 12 هتطلع بكام؟ ب 10 يبقى في استهلاك ولا ما فيش استهلاك؟ هيخلي الفي اقل من الفي بي كانت ب 12 واما غلقنا المفتاح بقى الجهاز ده يا مستر جايب 10 فولت. انا راضي بالقضاء والقدر كان معايا 12 فولت بقى معايا 10 فولت الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. قال طب اسمع بقى انا هسالك سؤال مش انت حمدت ربنا وشكرته الحمد لله معاك كام فولت؟ معايا 10 كان معاك كام؟ 12 ضاع منك كام؟ 2 بقى معاك كام؟ 10. ايه اللي يحصل لل 10 دول؟ لو انا قمت بتزويد الريوستات بص بقى السؤال اهو اخطر سؤال اهو ماذا يحدث في الدائره السابقه عند غلق المفتاح ركز بقى مش قصه غلق وزياده الريوستات. انت مش انت رضيت رضيت كان معاك 12 كان معايا 12 غلقت مفتاح غلقت مفتاح مقاومه داخليه خدت 2 خدت 2 طلعت ب 10 طلعت ب 10 طب ايه اللي يحصل للعشره بتوعك دول لو احنا زودنا قيمه الريوستات؟ طب ما توحد الله بقى انا ما بتعاملش الا بالقانون. اكتب القانون الفي بي تساوي الفي زائد اي ار سمول ال 12 دول بتغيروا ولا مقدار ثابت؟ ثابت. القوه الدافعه للبطاريه مقدار ايه؟ ثابت. والمقاومه الداخليه للبطاريه ثابتة كل بطارية معروفة مقاومتها الداخلية كام؟ الحمد لله والشكر لله. القانون فيه كم رمز؟ 1 2 3 4 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 4 منهم 2 آر يبقى المتغير عندك كام؟ الآي والفي اللي هو الفي الخارجي اللي هم العشرة. عايزين نعرف العشرة دول هيبقوا 9 ولا هيبقوا 11؟ انت عملت ايه؟ انا عملت انكريز في الريسيستنت. عملت انكريز في الريسيستنت يعني زياده في الريسيستنت؟ طب ما توحد الله. انا اقول زودت الريسيستنت والله انا محفظ لك الحصه اللي فاتت فيه لبانه كده قلت لك بص طول ما فيه اكسده اختزال طول ما فيه اختزال
اكسده. اصل ما بيبقاش العنصر الاولاني في اناء والتاني في اناء، ده هما الاثنين في حيز اناء ايه، وهما عمليتان متلازمتان اكسده وايه. طب طول ما في زياده يستهاد دي الاكسده بتاعتنا ايه، طب ايه الاختزال بتاعها؟ نقص التيار. يصاحبها ايه بقى؟ نقص التيار. زودت مين؟ يستهاد. نقصت مين؟ التيار. زودت مين؟ نقصت مين؟ التيار. طب يا مستر لما الاي ده هو يجل الحد كله على بعضه اي ار، ما هو رقمين مضروبين في بعض منهم رقم جل، الحد اي ار كله على بعضه يزيد ولا يجل؟ يجل. ما هو 2 في 4 ب 8، لما خليها انا 1 في 4 مش هتبقى 8 هتبقى 4. يبقى انا دلوقتي زودت مين؟ ايوه استاذ. نقصت مين؟ زودت مين؟ نقصت مين؟ طيب نقصت المقدار اي ار اسمه، نقصت المقدار نقصت المقدار. بالله يا اخي المقدار ده لما ينقص اللي جنبي منه هيزيد ولا هيقل؟ لان مجموعهم مقدار يزداد المقدار في اوت، يزداد المقدار اللي هو الفي الخارجي. استنى كان معاك كام فولت؟ 12 اي ار مقاومة الداخلية خدت 2 اتفضل معاك 10. طب لو خدت هي بقى معلش 1 مش 2، هو الكل كام؟ دول كانوا كام؟ 10 ودول كانوا كام؟ 2. وانا لو خليت الاثنين بواحد ال 10 تبقى 11. يبقى ايه الثابت؟ انت كطالب لازم تبص على القانون ايه الثابت فيه؟ الثابت في بي والثابت الار سمول. الاي زاد يبقى الفي الخارجي هيقل، الاي قل يبقى الفي الخارجي هيزيد. نقول مع بعض زودت نقصت نقصت زودت تاني زودت نقصت نقصت زودت قلت تاني زودت نقصت نقصت زودت. لو زودت مين؟ زودت مين؟ نقصت مين؟ نقصت المقدار نقصت المقدار نقصت المقدار زودت المقدار في اول، زودت المقدار زودت نقصت نقصت زودت زودت نقصت نقصت. طب انا لو نقصت في الاول لو نقصت يا استاذ هتزود التيار هتزود المقدار اي ار هتنقص المقدار. يبقى الاول شكل الاخير، زودت في الاول يبقى هتزود في الاخر، ونقصت نقصت في النص. طب نقصت في الاول هتنقص في الاخر، وزودت زودت في النص. يلا تاني يا اولاد، السؤال ده مهم جدا يا جماعه والله. بص ماذا يحدث في الدائره السابقه؟ كان يا واد المفتاح مفتوح وانت كنت فرحان ومعاك 12 وكنت كاتم على الخبر، غلقنا المفتاح مر تيار الفولت ده بقى 10 والمقاومه الداخليه خدت 2. انا بسالك سؤال بقى، لو انا خلاص رضيت بان ده ب 10 خلاص، انا لو قعدت العب في الاستاذ دي وزودتها الفولت هنا يستنى 10 ولا يتغير؟ والله معاك اهو يا مستر نشوف. زادت مين؟ انا مش سامع. زادت مين؟ زادت مين؟ ينقص مين؟ ينقص مين؟ ينقص المقدار يزيد المقدار. يبقى انا يا اولاد احفظ سيستما فاهم وحافظ. انا مع مستر بها مش حافظ بس، ده انا فاهم وحافظ. زودت نقصت نقصت زودت، ده بيشفر اهو. زودت نقصت نقصت زودت، ده انا قاعد في اللجنه، ده انا في اخر السنه هقعد يا الكلام يجيب بعضه. ده انا لو مش ده انا لو هبص وانا نص بص افتكر الكلام. هو كان بيقول كده زودت نقصت نقصت زودت. زودت مين؟ ايه يا استاذ؟ نقصت مين؟ الطيار. نقصت المقدار؟ زودت المقدار؟ يبقى علاقه الاي ار بالفي عكسيه ولا تناقصيه؟ وانا فاهم مالك، علاقه عكسيه ولا علاقه تناقصيه؟ اهم حاجه تكون فهمت السؤال ده خلاص؟ طب واحد الله بجنن، انا دلوقتي انا زي ما قلت لك القانون ده هياخدنا في حتت ياما جدا واسئله بقى مهمه خالص خالص، وكل فصل هنلاقي الكلام ده مكرر تاني معانا. صلى على النبي. انا مش همسح لك اللي انا كاتبه جديد، يعني انا انت صورت ده فانا هسيب لك ده دلوقتي مش همسحه، انا بمسح القديم اهو عشان يعني ايه، بسيب الرسمه اللي انا بعصها ولما خلاص استغنى عنها بمسحها. واحد الا لو بنفهم رياضه؟ لا الحمد لله استاذ. طب علاقات بيانيه؟ يعني طشاش.
طب وحد الله لا اله الا الله. هنا الفي خارجي اللي هو على بطيه اهو ده، وهنا الطيار في ده. بنعرف نعد؟ نعرف نعد، العد مش مشكله. هنا ايه؟ صفر. هنا ايه؟ واحد. هنا اتنين. هنا تلاتة. هنا اربعة. هنا خمسة. هنا ستة. امبي ده قيمة الطيار. ايه رأيك قيمة الطيار؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، بتزداد ولا تقل؟ بتزداد. طب هي لما تزداد قيمة الطيار المقدار فيه مش هيزيد، هيقل، لان العلاقة علاقة ما بينهم علاقة تناقصية. تعال على المقدار فيه، قيمته هنا تلاتة، طب هنا ستة، طب هنا تسعة، كل ما ازود تلاتة. في الرسم البياني دايما اول رقم ببدا بيه ازود عليه زيه، يعني بدات باثنين يبقى اربعه سته ثمانيه على السطر، بدات ثلاثه سته تسعه 12، بدات بواحد اثنين ثلاثه اربعه، بدات بنص واحد، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، وهكذا. اول رقم احطه ازود عليه رقم زيه، وده اسمه مقياس الرسم. اسمه ايه بقى؟ يبقى السطر ده لو قيمته ثلاثه يبقى اللي بعده قيمته ثلاثه، يبقى اللي بعده قيمته ثلاثه، يبقى كل سطر قيمته ثلاثه. ده في الرسم البياني. هعلمك انا ان شاء الله، خليك تجيب رسم بياني وترسم معايا. 3 6 9 كام فولت معانا؟ 12. احنا على حسب المثال اللي احنا ضربناه الفولت ما عداش لكام؟ لل15، واحنا قلنا فولتنا كان اخره كام؟ 12، اللي هي القوه الدفع. كان اعلى حاجه لما كنا مخبيين ومكتمين ما كانوش 15، كانوا كام؟ 12. وحته الله الراجل بقى معايا، انا مش هعمل لك زي الكتاب ما بيشد لك خط كده واقول لك علاقه تناقصيه، ده انا هعلمك انت بترسم الرسمه دي تطلع شكلها عامل كده ازاي. واحد الله لا اله الا الله، بالراحه كده معايا، هنا الفي وهنا الار في مربع، الله الاي لو بزيرو، يلا 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 القانون، اي بايه؟ بزيرو. هل الفي الخارجي هيساوي زيرو؟ ده مش هيبقى زيرو، ده هيبقى اعلى قيمه. كام فولت؟ هيبقى 12. طيب انا عايز احط نقطه عند زيرو و12، احطها في على راس، احطها عند 12 مش كده؟ بنسموها في الرياضه صفر وصاد ولا سين وصفر؟ هي مين في دول؟ هي صفر وصاد ولا سين وصفر؟ هي صفر وصاد. صفر على السينات وصاد لها قيمه، النقطه اهي 12. وحيت الله؟ طيب تعال الخطوه الجايه، لو الاي خليته باتنين، اتنين زاد ولا قل؟ ما هو كان زيرو، كان زيرو بقى اتنين، زاد ولا قل؟ المقدار اي ار على بعضه يقوم المقدار في. طب المقدار في كان كام؟ قيمته تنزل مثلا تبقى ست مثلا او تسعة، ماشي. طب انا لو خليت الاي باربعة، احنا قلنا ايه؟ خليها مثلا هي عند الستة اهي. انا لو قلت الاي بايه؟ باربعة، زاد اكتر اهو، يبقى المقدار فيه هو كمان حي ينزل معاك يقل اكتر. كل ما قيمة الاي تزيد كل ما قيمة الفي تقل، كل ما قيمة الاي تزيد. بص لها هنا، نقص تيار يزداد المقدار في، طب زيادة تيار يقل المقدار في. أما أوصل النقاط دي مع بعضها، خط مستقيم السلاح، هقطع الخط ده من هنا ومن هنا، من هنا بس. هبقى أقول لك التقطيع ده ليه فيما بعد. العلاقة دي علاقة طردية؟ عكسية؟ عكسية ولا تناقصية؟ اسمها علاقة تناقصية، اسمها علاقة وتمثل بخط مستقيم، تمثل بخط مستقيم. طب أنا قلت لكم سابقا من زمان بتكون في قانون الضرب ولا الجمع؟ الله، هو بين الفي والآي ضرب ولا جمع؟ جمع. جمع مستر. إيه الفرق ما بين، كان دايما طالب يقول لي إيه الفرق ما بين التناقصية والعكسية دي؟ العكسية دي بتبقى في قوانين الضرب، تي في نيو يساوي واحد، التردد في الزمن الدوري يساوي ايه؟ بين التردد والزمن الدوري جمع ولا ضرب؟ يبقى العلاقه علاقه عكسيه منحنيه. طب هنا في ضرب الاي ولا زائد الاي؟ زائد الاي، يبقى العلاقه ما بينهم علاقه تناقصيه وتمثل بخط مستقيم. زي طاقه الوضع وطاقه الحركه مجموعين خط مستقيم. خلاص؟ زي ما كنا بناخد في ثانيه ثانوي
في زاوية رأس المنشوع علاقة سيتا واحد ب فاي اتنين الانكسار الأولى مع السقوط الثاني. لأن رأس المنشوع A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين مجموعين على بعض. أي حاجتين مجموعين على بعض وجمعوهم مع بعض مقدار ساب، يبقى العلاقة ما بينهم علاقة تناقصية. خلاص كده؟ وحدت الله؟ طيب هنا بقى المي في المعادلة دي يساوي يساوي لا فرق الصادات على فرق السنان هيبقى 12 ناقص 6 12 ناقص كام؟ ما هنا الستة اهي ركز كده 12 ركز ناقص 6 على على هي ال 12 كان قصتها طيار كام؟ صفر. طب السته كان قصتها رقم كام؟ على صفر ناقص 2 12 ناقص 6 ب 6 6 على سالب 2 سالب 3 الله يبقى ده مين الموجب ولا سالب؟ سالب يا مستر. ليه يا مستر بقى؟ قال لان زاويه الميل بتاعت الخط ده اهي حادة ولا منفرجة؟ زاوية منفرجة. والميل بيساوي ظل الزاوية، ميل بيساوي وكل جميلة ظريفة جاتها عيس، كل جميلة ظريفة وكل جبار ظالم جاته داهية. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الدوال المثلثية في الربع الأول كلها ايه؟ موجبة. في الربع الثاني، الربع الثاني الظا الظا موجبة ولا سالبة؟ الظاهر موجبة ولا سالبة؟ فعشان كده الزاوية دايما منفرج فلازم الظل يطلع معاك موجب ولا سالب؟ سالب. أم يا مستر طب أنا هقول لك على حاجة. إذا كان الميل يساوي سالب 3 سالب 3 دي تمثل إيه؟ سالب 3 تمثل سالب آر سمول ومنها آر سمول تساوي 3. الله يعني أنت عايز توصلنا يا مستر إن ميل الخط ده يديك سالب آر سمول. اللي هي سالب المقاومة الداخلية. تاني 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 بالراحة بالراحة. أنا ما خليكم معايا الأول. يا هند الله يكرمك سيب اللي في إيدك دلوقتي. الله يكرمك مش وقت يعني. يا جماعة ركزوا معايا. إحنا قلنا الميل بيساوي مين؟ سالب يساوي آر سمول سالب آر سمول. طب أنت عرفت إزاي إن الميل بيدي مقاومة داخلية؟ يا دهوتي إحنا مسحنا الشادو صح؟ همليهم أنا معلش خلاص خلاص همليهم أنا. معلش هملهم لكم. احنا قلنا الميل جي 3 ازاي؟ واحد الا لو انت قلت 12 ناقص 6 حصل؟ قلت ايه؟ ده الباسط 12 ناقص 6. طب ما ال 12 دي يا حبيبي؟ ده تمثل الفي بتا اللي هي القوه الدافعه الكهربائيه صح؟ اعلى قيمه. والسته دي تمثل في خارجي فين ايه؟ لان فرق الجهد الخارجي بيقل اهو 12 بقى 9 بقى 6 بقى 3 ده الفي الخارجي وهو متغير ما هو الثابت. وكان في معادله بتقول لك الفي بي تساوي الفي الخارجي زائد عيار اسمه حصل ولا ما حصلش؟ طب يا مستر المقام قلت ايه ناقص ايه؟ قلت صفر ناقص 2. طب الصفر مش هنعترض عليه صفر هو زي ما هو صفر ناقص الاثنين دي كانت بتشكل مقاومه ولا تيار؟ كانت بتشكل تيار. تيار الاثنين دي كانت بتشكل طب انت لما تقول في بي ناقص في على سالب يديك ايه؟ ما توحد الله عدل في هناك بعكس الاشاره اهي يا عم القانون اهو الفي بي اهو عدلها الفي ناقص الفي الله 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 اهي في بي ناقص الفي يساوي يتبقى هنا اي يبقى الار بتساوي يلا ركز اهي الار سمول بتساوي في بي ناقص الفي على اي لا اله الا الله امال دي في بي ناقص في على اي ولا سالب ار؟ طب هي لما تبقى على اي تديك مين؟ لما تبقى على اي تديك مين؟ لما تبقى على سالب اي تديك سالب ار. الله 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 الله. طب انت بتعمل كده ليه يا مستر؟
اقوم اقول لك يا واد ما اصل كده كده الميل هيطلع معاك بالآ. فانت لما تقول لي سالب الميل يساوي سالب السالب تطلع مع السالب، تطلع لك الواد بالسالب ولا بالموجه؟ لان انا ما عنديش مقاومه بالآ. شوف لما تتكامل الرياضه مع الفيزياء دنيا ظابطه معانا. بص شوف الرياضه بص لها والنبي تبص لها، زاويه منفرجه، ظل سالب حسب قوانين الرياضه، الظا سالبه في الربع الثاني، زاويه منفرجه، ظل سالب، ميل يطلع سالب من القانون في بي ناقص الفي على الاي يديك الار الموجبه، لكن لما خلاها في بي ناقص الفي على سالب اي يديك سالب وانا بعمل ده كله سالب 3 عشان تساوي سالب تروح السالب مع السالب تقوم تطلع لك المقاومه الداخليه بالايه؟ بالموجب معك. ماشي الحال؟ يبقى ما يساوي الميل في العلاقه دي؟ سالب ما يساوي الميل في العلاقه دي؟ كل ما يزداد التيار فرق الجهد الخارجي يزداد ولا يقل؟ يزداد ولا يقل؟ طب العلاقه ما بينهم علاقه تناقصيه، العلاقه ما بينهم علاقه؟ ماشي الحال. خلاص؟